احنا النهاردة مع مشكلة، خلاط دفن، خلاط حوض وش، القلب بتاعه مدفون جوه كده. طبعا بعد التواصل مع الباشمهندس هاني بندق، ربنا يبارك له ويجازي خير رب العالمين، طبعا مصنع تطويلة القلب الباشمهندس هاني بندق، وإداك التطويلة 5 سنتي، وإن شاء الله بإذن الله هنركب مع بعض زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. طبعا بعد ما عملنا التطويلة، تعالى دي التطويلة واحدة ورقة عشان شغالين على جيبسون بورد، فحطينا ورقة عشان أشوف في مية هتيجي من جوه ولا لأ، وهنختبر الورقة نشوف الورقة نفسها هتبقى لذيذة. احنا بنفتح سخن وبارد اهو، ماشي، والورقه معانا جوه. هات الورقه معانا، الورقه اهي، هنشيل الورقه دلوقتي. بص الورقه ناشفه مفيش فيها اي مشكله، معنى كده ان الترابيط بتاعنا من جوه بقى كويس، مفيش منه اي مشاكل اطلاقا بالمره. نبدا بقى نقفل الوش بتاعنا ويبقى الخلاط اشتغل معانا تماما، مفيش منه اي مشاكل. سلام. طبعا خلاص ذكرنا بعد ما جربنا واختبرنا على الورقه بتاعتنا، والورقه طبعا ما كانش فيها حاجه، كده الخلاط اشتغل. وارجو محدش لاحظ، خد بالك من التطويلات المينيموم والماكسيموم بتاع الخلاط عشان ما تعملكش مشاكل تطويل زي كده. التطويله دي كلفت تقريبا 1600 2000 جنيه، من 2000 ل 1600 ل 2000 جنيه تقريبا التطويله بس. طب ليه اكلف العميل ثمن الخلاط تاني او نص ثمنه؟ عشان خاطر تركايه صغيره من الصنايعي ان هو ياخد باله من المينيموم والماكسيموم عشان ما يختص منه هو كده. طبعا الباشمهندس هاني بندق ربنا يديه الصحه رب العالمين، خرط وعمل على المخرطه وظبط لنا الدنيا كلها، وما بننكرش الفضل طبعا، وناخد بالنا. سلام.